اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مجددا في البرايم الخامس لبرنامج رصيدك الموسمي السابع، البرايم السادس والخامس؟ السادس. طب احنا ودعونا اربعه ولا لا؟ خمسه. من الخامس؟ غازي بن فهيد، صح ذكرتوني، يعطيكم العافيه. تحياتي ومسي بالخير حبيبنا غازي الفهيد، يعطيه العافيه وما قصر، وننتظر نهايه البرنامج. صدقا يا شباب، خلوني ادردش انا وياكم المشاهدين بكل اريحيه. قناة بداية بشكل عام دائما تسعى لخدمة جمهورها وكذلك من خلالكم وعطائكم وأدائكم في البرنامج قدر الاستطاعة والكمال لله عز وجل. أن أي شخص يحتاجه من القناة بشيء، سواء كان خروج أو خدمة معينة، قدر استطاع أن احنا نلبيه ونوفي له باللي نقدر عليه. وأتوقع الأغلبية كان لهم حضور في هالأمر. حبيبنا محمد بن عمرة طبعا كان له غيابات كثيرة، طبعا بغض النظر غيابات على هو خروجه من البرنامج، سواء كان برصيدة أو بمرضة أو غيره، واتمنى له الصحة والعافية. البارحة صدقا أنا شخصيا كنت مانع أنه يطلع يستأذن لمدة نص يوم، مقابل أنه جوني تقريبا مجموعة من المسابقين وكذلك مجموعة من المقدمين. خلنا أقول لكم أول شيء المقدمين، حبيبنا ناصر الحربي مدير إعداد، والأستاذ هاني العنزي، وحاتم الشهري، وعلي الغامدي، وبرضه من الشباب المتسابقين محمد جخير وعبد الله جليغم ومحسن بن تركي ومقرن الشواطي. قال يا سامي بن عمره في وجهنا وخلي يطلع الليله برصيد ويرجعنا ان شاء الله يوم الثاني العصر ويكمل البرنامج، مقابل انه عنده ظرف، وقال الظرف هذا في الرياض ما دام انه اهله في الرياض. وقال ايضا حتى وضح بسناب الخاص ان انا راجع المغرب، هذا باتفاقنا معه. لكن للأسف تفاجأنا أنه هو مش في الرياض، خارج الرياض في الأحساء بدون ما يستأذن مننا. طبعا تعرف قوانين البرنامج، لازم احنا يهمنا حفاظ على المتسابق، نعرف وين يروح وين يجي عشان لو صار أي شيء نتفادى الموقف بشكل مباشر. لكن احنا تفاجأنا أن اليوم نتصل عليه ويلا رد علينا أنه هو في الأحساء، والشباب اللي قالوا سامي هذا في وجهنا وبيرجع البرنامج قدر استطاعه. لكن صدقا أنا بقول بكل صراحة أنتم ما قصرتوا، وأدائكم وعطائكم ووقفتكم لنفسكم هذا يشهد الجمهور قبل ما نشهدها حنا. لكن صدقا بعد اللي حصل، بعد ما وقفنا معاه كثير بن عمره، بحث أن بعض الشغلات يبينا نخدم فيها، وقفنا معه مع أن نظاما كقانون في البرنامج الأساس أنه ما يطلع، بس انتوا قلت كلنا احنا موافقين وراضين، وجو مجموعه قال هذا في وجهنا وايضا مقابل خصم رصيد عشان يحل امره في الرياض، دخل الرياض ويرجع لنا نفس الثاني. وطلبنا منه يستاذن المتسابقين تقديرا لهم، واستاذن منهم وقالوا المتسابقين ابشر احنا معك. لكن في النهايه نتفاجئ الحين البرايم ما رجع، وما ادري ويش انا ظروفي ما كالعاده، هذه دائما تجيني من العمره بشكل كبير. فمن خلال هالمنبر احنا نستبعد محمد عمره من البرنامج بشكل مباشر، اتمنى له التوفيق في حياته، واتمنى لكم التوفيق انتم، المفروض تدخلون البرايم لكن خلاص هو يعتبر خارج من البرنامج. اتمنى له التوفيق حبيبي، هذا قراري، واتمنى لكم التوفيق شباب، شدوا حيلكم ان شاء الله المرات الجايه. تفضل ابراهيم. دقيقه شباب، اول شيء حد السلام ابو الله يسلمك محمد. طبعا كثير منكم ما يعرف تفاصيل موضوع البرنامج، انا ما اتدخل في سياسه الاداره، ولكن الكلام اللي يقوله سامي اولا لمصلحه المتسابق. لو تعرض لإشكالية، طيب ما حد يشوفك، طيب لو تعرض لاصابه لا سمح الله او اشكاليه، واحنا هذا اجتهادا تتحمل القناه، فلما انسان يتصرف ويجتهد ثم يخالف قوانين المسابقه، انا والله وتالله وبالله اني توني ادري بعد نهايه فقره النمونية انه محمد عمره مو موجود في القريه، صدمني كثير، لان طالع الشاب يقولوا لي تحت الهواء ترى محمد عمره مو يعني ما حضر فقرتك، لانه اصلا مش موجود في القريه، فصدمني كثير لانه اعرف انه عندنا ضابط ولن يخالف احد هذه الفكره، في رجال امن برا سكرتيه يتابعون تحركات الشباب، ممنوع خروج اي متسابق الا بضوابط وهناك عقود. لكن اتمنى محمد عمره التوفيق، وانا اتفق مع سامي هذا القرار، كلنا نحبكم، وبالعكس ان هذه مصلحه الجميع،
حتى لا يخالف الجميع بقوانين اللعبة. واذا حصل اي موقف للمتسابق خارج القريه فاحنا بنتحملها. احنا نتحملها. انا اقسمت برب الكعبه انه لا، ما كنت ادري ان محمد عبره مو موجود في فقرتي. ليش؟ لانه كلنا عارفين بالضوابط انه فعلا المتسابقين موجودين على الهواء، لانه في يعني في اسوار وفي كاميرات مراقبه. كيف الرجل هذا تخلف؟ يعني احنا حتى الشباب ما ارهقوني حتى على الهواء، قلت محمد عبره مو موجود على الهواء. ليش؟ لانه مأملين انه راح يرجع على الهواء، لانه لم نصادف في برامج الواقع مثل هالمواقف، ولن نجعل فرصة انه يعني اثر علينا مثل هالمواقف. اتمنى لك التوفيق عموما. بيطرج ابراهيم معيدي على المداخلة، وشكرا لكم يا شباب. هرجع لكم بس عندي شغلة برجع لكم، لا تشيل هم. عيون لكم. بيارة ترجع لنا بيارة. موجود يا ناصر، موجود. هذا هو هنا معادي. ها؟